خير يا ريم؟ هو مش خير خالص. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ بص، انا هسألك سؤال واحد وتجاوبني عليه دايركت. هو انا جيت معاكي اي وقت مش دايركت؟ انا طول عمري ما بلفش وبدور عليكي، جاي معاكي كده بجد؟ اه صحيح. اكبر دليل على كده يعني ان انت مخبي عليا ان انت ابن مهدي. وانت تعرف الموضوع ده من امتى؟ مش مهم خالص انا عرفته من امتى، المهم انا عايز اعرف انت ليه خبيت عليا. هفهمك يا ريم ليه. ما كانش ينفع اي حد يعرف ان انا ابن مهدي اول ما جيت، خاصه انت وناديه اللي كانت مراته. تخيلي كده ان انا اول ما جيت قلت لك ان انا ابن مهدي، كان في حاجات كتير قوي هتخبوها عليا، صح ولا انا غلطان؟ عادل، لو انت بتحبني بجد ولا لا؟ بحبك يا ريم وانتي عارفه كده، متاكده. طب هو اللي بيحب حد مش يسال عليه؟ يعرف ايه اللي بيحصل له؟ هو انت عارف حسن بيعمل معانا ايه؟ عارف طبعا. بجد؟ يعني انت كمان عارف وساكت؟ عارف ان هو عايز ينقلنا بيته؟ عايز يعاملنا زي الجواري؟ مين اللي قال الكلام ده؟ هو اللي بيقول كده. كلمه واحده منك بس هتخليه يقف عند حد. ما ينفعش يا ريم خالص. ليه؟ هفهمك ليه. ركزي معايا دقيقة واحدة. بما انك قلتي على ان انا شطان، فاقول لك فكرتي ايه وخطتي ايه مع الراجل ده. لما تحبي تكسري رقبة حد كسرة ما يقومش منها تاني، تعملي ايه؟ تقومي تعليه فوق 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 لدرجة انه ما يشوفش أي حد غير نفسه. فلما يقع من فوق يقع وقع ما يقومش منها تاني يا ريم. فاهمة ولا لا؟ بس أنا خايفة. خايفة أوي وهو طالع يدوس علينا. ما تفهمني يا مروان. أقول لك يما، لو هم عاوزينه إن حسن يحس إن مفيش حد أقوى منه، إن هو جبار، ويوم ما يشاور الدنيا كلها تبقى تحت رجليه. ما هو شايف الناس عبيد تحت يده، واللي يقول له لا بيدوس عليه. وما يشوفش إلا نفسه، هو لعبة في يدهم. يودوا شمال ويمين، هم عاوزين الده، عشان الده سايبينه يعمل اللي هو عاوزه. عادل ده هو راس التعبان. عادل وريم التنين ما يفرقوش عن بعض ابدا. وبعدين يا مروان، خايف على حسن، ما هيصدق يشوف نفسه كبير البلد. ما تخافيش يما، انا خدت الصرايه دي عشان اقول لهم ان انا ضد حسن ومش معاه. غير كده أنا هاخد الهمودية والله العظيم يما، مش عشان أنا عايزها، لا عشان أحميه. عارفة حبيبي، وعارفة إنك طيب، وعمرك ما هتستجوع على أخوك أبدا. ربنا يخليكي، عشان كده في حاجات لازم نخلص منها. قولي الأول، هتعمل إيه مع زينب؟ مش هسيبها. أها، ما هي ريتال ما هتطلعش اللي في راسها ده أبدا. ريتال دي مجبور عليها. لا، ريتال دي بركان وهتفضل تتمسكن لحد ما تتمكن، وساعتها ما هتقدرش توقف قصادها. اللي في الخير يقدم ربنا. راح فين يا اخوي؟ المحامي جاب لي تصريح عشان ازور البدري. بالاذن يا أم. تفضل يا اخوي. أنا عارفة اللي اسمه عادل ده جاي ليه؟ هو عايز إيه خالتي؟ مش عرفني، لما يجي نبقى نعرف. هو أنت صحيحة تتطلقي من بدري؟ أتطلق إيه اللي تشكي في قلبك أنت؟ أنت يا بنت هبلة. شكله جاي، قومي قومي يلا. أفتح طيب. قومي خشي جوه. أهلاً وسهلاً. خير؟ عصام عايز يشوفك. وعصام باشا عايز يشوفني ليه بقى؟ مليارات يا نعيمة، هتبقي ملكة. أحدث عربيات حلمتي بيها في يوم من الأيام. رصيد في البنك في مصر وبره مصر. مجوهرات، ألماس، كل اللي أنت حلمتي بيه في يوم من الأيام هيبقى تحت رجلك.
طب وانت هتستفيد ايه من الكلام ده؟ ولا حاجة. أنا بس بحب أوفق راسين في الحلال، وأحب أشوف كل الناس اللي حواليها مبسوطين، مش أكتر. فهمت. قلتي إيه؟ أفكر. ما كانش ليك في اللي أنت فيه دلوقتي يا بدري. بس أنا ولد أصول. أصول العيش والملح. وعمري ما أنسى اللي مديت له يدي حتى لو عضها. أنا عمري ما كنت خاين. مشيت ورا نعيمة. عارف نعيمة بتعمل إيه دلوقتي؟ أنت دلوقتي مفيش في يدك حاجة تعملها. محبوس بين أربع حطام. أنا عاوز أطلع من هنا مروان. ولو حصل رقبتي هتبقى في يدك. هبقى خاتم في يدك. هعمل كل اللي أنت عاوزه. ماشي هطلعك وتبقى خاتم في صباعي الصغير، بس خليك فاكر زي ما هطلعك ممكن ارجعك تاني يا بدري. على مهلك على مهلك على مهلك. مش قادره وسطي طول الليل ما بطلتش رقص وجعني قوي. الف سلامه على وسطك يا ست الكل، والله بتشقي وبتتعبي. ايه ده؟ استني استني. يوه انا مش قلت لك تستنيني بره يا بنتي؟ زهقت ولا مش عايزه الست تشوفني؟ جررها وراك ليه يا صوفة؟ مش عايزه شغالين. لا شغالين ايه، دي كانت مرحله زي ما انت كده كنتي مع الست نادي. هو انا اللي هقول لك؟ حلو قوي الصور دي. بقول لك يا بنت ما توجعيش دماغ الهاني، تعبانه طول الليل ووسطها تعبها وشقيانه كفايه القرف اللي بتشوف. عارفه يا ست الكل البت دي تعبانه قوي ونفسي اموتها. والله والله اوعى يا واد تكون فاكر ان الشغل ده هيخيل عليا. قول لي جايبها هنا ليه؟ شغلان لمين؟ لي انا. قلت مش عايزه شغالين. اساعدك اشيل حاجه احط حاجه، اساعدك تلبسي تقلعي. والله البنت دي بتفهم وانا حبيتها دلوقتي. سيبوني افكر. من غير ما تفكري. الباشا فين؟ الباشا زمانه جاي ومع المأذون. مأذون؟ مأذون ليه إن شاء الله؟ مأذون يعني جواز، يعني عقد رسمي عشان كل حاجة تبقى ماشية طبيعية. ومين بقى العروس؟ إيه بتسأل السؤال ده يا نعيمة؟ أنت طبعاً العروسة، هو في أحلى منك ولا في كده أساساً؟ هو أنت يا أخويا ناسي إن أنا متجوزة ولا إيه؟ هي دي جوازة عبيطة. أنا لو منك هشيل الجوازة دي من حساباتي خالص، إنسي. هو انت مجنون ولا شكلك كده؟ جنان لما يجنن امك. اتزبت يا بنت. لا نزل ايدك. اذا كنت مش عارف انت بتكلم مين اعرفك يا دلعادي. ده انا ممكن احرق البيت ده من اللي فيه ونقعد نتشوي انا وانت سوا سوا. واذا كنت ما انتش عارف انا مين اعرفك واعرفه هو كمان. هو فين بقى اللي مشغلك؟ عندها حق يا عادل. طبعا عندي حق. هدي نفسك يا نعيمة. لا مش ههدي نفسي عشان البيع افور قوي. لازم تعرف ان انا ست محترمه وماليش في اي حاجه شمال. ومن جاب سيره الشمال؟ هو بس ما عرفش يفهمك. تعالي معايا يا نعيمه تعالي. تعالي يا نعيمه اتفضلي. اهدي بقى كده وقولي لي وفهميني. عمال تلف وتدور عليا وتبعت لي الراجل بتاعك يقول لي مأذون وابصر ايه؟ لو انت ناسي ان انا متجوزه ولا يكونش عبط واستعبال؟ اعوذ بالله، مين اللي قال كده؟ هنصيع بقى؟ لا 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 لا، عايزين نتكلم بقى كويس ونعرف نتفاهم مع بعض. اقعدي يا نعيم. ماشي قعدت وهديت، بس يكون في علمك بقى يا باشا لو قلت لي اي كلام ما عجبنيش انا هسيبك واقوم. اوعى تفتكر ان انا هخاف منك. لا ده انا نعيمه يعني ما بخافش من اي حد. انت عجباني. انا عاجبه كل الناس. ايوه بس مش زي عصام. ما هو انت كمان ما جتليش دغري وجتلي من سكه عوجه. طيب البيت ده كله ليكي، هتقعدي فيه زي ما انت عايزة لحد ما تتطلقي والعدة تفوت. اهو ده الكلام. شفت بقى ان انا طيب وماليش في الشمال.
طب وانت هتقعد فين؟ ها؟ انا ما اقدرش اقعد مع راجل غريب، الناس تقول عليا ايه بقى؟ صح، الناس تقول ايه؟ طيب انا همشي وابقى اجي ازورك من وقت للتاني، وهشوف اي اوتيل كده اقعد فيه لحد الامور ما تتظبط. طب ومهري؟ انا مهري غالي قوي على فكره. انا اقدر على اي حاجه وعلى كل حاجه. يا عادل قول يا باشا، تشوف الهانم هتختار انهي جناح، الجناح اللي يعجبها، وتنزل معاها تشتري لها كل اللي هي عايزاه واللي تشاور عليه. حلو ده، اتفضلي يا هانم، اتفضلي معايا. الو يا مدام زينب، انا جهزت لحضرتك كل البيانات اللي انت طالباها عن كرم، حابه نتقابل امتى؟